العربي جوستو والآخرون، هو قصة ديال قصة تاريخية ديال كرة القدم، يعني دخلنا في العمق ديال التاريخ ديال كرة القدم. دونك هو توثيق هاد العمالقة ديال كرة القدم اللي هما العربي بن مبارك، بالمحجوب، حسن قصبي، جوست فونتين. المهم حاولنا أننا نعودوا القصة ديالهم من خلالهم، ولان علاش؟ لان الشباب ديال اليوم ما تيعرفوش بزاف هذيك الحقبه، يعني بالنسبه لهم واحد 86. دونك هذا غادي يمكن لهم انهم يسافروا، لانه هو سفر، غادي يمكن لهم يسافروا لداخل التاريخ ويتعرفوا على هاد الناس هادو، لان هاد الشباب ديال اليوم اللي هما بحال زياش، بحال حكيمي، بحال هادو اللي فريمون عطاونا حلم، يعني حلم ديال في لاكوب دي موند وداك الشيء، هادو ما جاوش من والو، راه جاو هما سي لي زيريتي نتاع هاد الناس هادو اللي دازوا قبل. دونك هادي مناسبه للجمهور كامل، يعني حيت هو تيرمز لجميع الفئات ديال المجتمع، راه ماشي زعما غير الشباب ولا دي، راه جميع الفئات المجتمع. هو الفيلم خدا في التحضير ديالو في تورناج خدا 5 سنين، لان يعني بدينا حنايا في 2018. باللي بديناه باش بدينا بالوثائق، بعدا شنو باش نعرفوا تاريخ كرة القدم، حنا عارفين شي حاجة، مي كان خصنا دلائل. ملي بدا ملي كملنا التحضير، كان خصنا كيفاش غادي ندوزوا هذه الرسالة للمتفرج. الرسالة لقينا أنه أحسن طريقة هو يكون ولد شاب عنده 14 عام، ومن الأحسن يكون تيلعب. الحمد لله في الكاستينغ توفقنا اننا وصلنا لواحد الوليد عنده 14 عام كيلعب في اولمبيك مارسي، مغربي عنده 14 عام وشغوف حتى هو بكره القدم وبغى يعرف تاريخ بلاده. في التورناج خدا شويه الوقت، لان الولد كان تيجي في العطله ديالو، ما كانش عندنا ديما، كنا كنديروا حوايج اخرين ومشينا عند الناس، والحقيقه لقينا شويه ديال الصعوبات باش نوصلوا للناس. لا الناس كانوا شويه كبار في العمر، كاين اللي هذا كاين اللي ما مساليش، كاين هذا. دونك بقينا كنتسناو حتى وجدوا الناس بشويه بشويه، عاد بدينا عمليه ديال المونتاج والعمليه ديال باش نلقاو لي زارشيف الاولين اللي لقينا، والثاني اللي خصك تقلب عليهم على حسب الادلاءات والتيمونياج ديال الناس اللي هضروا معاك، تلقى الدليل ديال داكشي اللي قالوا. دونك خدا الوقت، عاد كملناه الحمد لله. وملي كمل، لحسن الحظ انه جا في هذه الوقيته ديال كاس افريقيا داز الكوب دي موند، كنا تمنينا انه يخرج في هذيك الوقيته، ولكن جات كاس افريقيا. وتنشكروا القناه الثانيه بزاف، القناه الثانيه اللي دارت فينا الثقه، وتهي تريتت حتى كانت هذه الفرصه، وجات هذا العرض ما قبل الاول في هذه الوقيته. ان شاء الله نتمنوا الفريق المغربي نهار الاربعاء يفوزوا، وان شاء الله يجيبوا لكم وسميتو البث ديالو كاين نهار الحد في لاكاز قصص انسانيه مع تسعود وتولوت، ان شاء الله نهار الحد على القناه الثانيه.